السلام عليكم وصباح النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واحد جوج نقاط غنهضر عليهم، لان شي اخوان طرحوا هذا المشكل هذا وكنت نبهت ليه واحد المره، ولكن دابا عاوتاني بزاف ديال الاشخاص يعني وقع لهم نفس المشكل. المشكل متعلق بالتواصل بالجرين كارد والسوشيال. فكاين دابا سمعوني مزيان، كاين بعض الحالات كاين شي اخوان اللي خلصوا الجرين كارد من المغرب. هادشي عادي، ممكن تخلص الجرين كارد من المغرب، ولكن كنت كنقول لكم انا ديما نصيحتي خليك تجي هنايا. علاش كتجي هنايا؟ كما كنقولوا كتعرف العنوان تاع راسك، كتاكد منه مليون في المية، كتشوف هذاك المايل بوكس ديالك واش فيه شي رقم ولا لا. المهم كتاكد بزاف ديال الحوايج عاد كتخلص الجرين كارد ديالك. ساهل وراه، لان البروسيس ديالها راه نفسه، سواء خلصتيه من المغرب ولا جيتي حتى لهنايا راه البروسيس كيبقى هو يعني المده هي كتراوح ما بين 20 يوم الفوق 20 يوم 25 شهر شهر ونص شهر 10 ايام باش كتوصل بالجرين كارد. السوشيال كذلك، السوشيال المده ديالو هو نورمالمون غير كتفوت 10 ايام حتى 15 يوم كيجيك السوشيال. هذا يعني اللي معترف به، واللي كل اغلبيه توصلوا بالسوشيال ديالهم كاين اللي توصل به غير في 7 ايام، وكتبقى حالات يعني استثنائيه، حالات نادره. السوشيال ما كيتوصلوا به حتى شهر شهر ونص، وكاين اللي وصلت لهم لشهرين. ونحكي لكم دابا شنو وقع. فبعض الاخوان كما قلت لكم خلصوا الجرين كارد من المغرب، فجاو لهنا لامريكا لقاو فعلا غلطوا هما، يعني شوف الاحتمالات، غلطوا هما في العنوان. العنوان مثلا راكم عارفين كيكون فيه واحد الزيب كود اللي هو واحد البريد، يعني الرقم البريدي ديال داك المدينه، واحد الرمز البريدي، ماشي الرمز البريدي ديال داك المدينه اللي انت فيها. فهذاك الا غلطتي فيه راه بطبيعه الحال غير يجي السيد يديليفري داك الوثيقه ديالك، راه غتعطيه في الجي بي اس عنوان واحد اخر. فهمتوني؟ زياده على هادشي كيكون مثلا ما دايرش النمره ديال الدار ولا ديال لابارتمنت ولا ديال الشقه ولا شي حاجه هكا. بالتالي عاوتاني واخا كيجي هو لذاك العنوان ما كيعرفش اش من نمره غادي يحطها، فكيضطر داك الفاكتور كما كنقولوا، يا اما غيردها البيرو ديال البوسطه يعني اليو بي اس، اولا غادي ديليفريها فشي مايل بوكس كما بغات تكون. نتوما عارفين كل واحد وعقليته كي دايره وكيفاش يتصرف. فهنايا هاد الاحتمالات علاش كنقول لكم خليكم تجيو هنايا عاد غتاكدوا مليون في المية من العنوان. واكثر من ذلك ان الناس عاود اللي كيغيروا العنوان في المطار، يعني شاءت الاقدار ان هذاك العنوان الاول اللي داروا ماشي هو فين غادي يجيوهم الوثائق ديالهم، فكيجيو مثلا المطار عاود كيغيروا العنوان. وهنا كنت كنبهكم كنقول لكم عاود العنوان ما تكتبوش بيديكم بالستيلو الا ما كانتش كتابه واضحه، حاولوا تطابيوه في الوورد وخرجوه في ورقه صغيره وخليوه عندكم، جيبوه مع داك الملف الاصفر. غير يقول لكم داك ضابط الشرطه واش بغيتي تغير العنوان، كتعطي له داك العنوان مكتوب واضح وباين باش هو عاوتاني غير يكون كيطابيه ما يغلطش. لان الا كتبتي انت بيدك واحد الكتابه ما مفهوماش، هنا راكم عارفين كل واحد كيقرا راه تكون غير خربقتي كتبتي ماشي هي هذيك ولا ماشي هي هذيك، ولا هو ما غيعرفش كيفاش غيكتبها كما عاود فهمها هو، وبالتالي غيغلط لك في العنوان، وبالتالي عاود غتلقى مشكل في الاخر، ما غاديش ديليفرات لك في الوقت، ولا الا ديليفرات لك علم الله فين غادي تمشي. فهنا دابا الاخوان رجاء اللي وقع لهم هذا المشكل، تواصلتني مع جوج بعدا ديال الاشخاص غير هذه السيمانه اللي دازت. واحد يعني كان متبعها في يعني في داك التراكين، بعدا اول حاجه يعني غير تخلصوا الجرين كارد حاولوا تسجلوا في داك اليو اس بي اس باش تبقاو تراكيو الوثيقه ديالكم، كتعرفوها اش من وقيته غادي ديليفر لكم، كتبقاو حاضينها متبعينها اين فوا ديليفر لك سيل المايل بوكس ديالك. شوف واش كاينه ولا ما كايناش، ماشي لقيتيها كاينه تبارك الله مزيان، ما لقيتيهاش ديك الساعه كتمشي عندهم البوسطه وكتسول فينا هي، باش هذاك اللي ديليفرا هذاك النهار غايقول لك راني ديليفريتها، تقول له اخويا فين ديليفريتيها اش من المايل بوكس، الله يجعل ما تجيبو معاه كاع، لان كاين شي بعض المرات ما غاديش يحطها في داك المايل بوكس ديال الشقه ديالك ولا ديال الدار ديالك، خاصه الناس اللي مثلا ساكنين في كومبلكس ولا يعني موبل فيه بزاف ديال الشقق، والاغلبيه كيكونوا مثلا النوامر مثلا ديال المايل بوكس ديال داك علبه الرسائل ما واضحينش ولا ما مكتوبينش كاع.
فالفاكتور كيجي ما كيعرفش النمره فاش غيحطها كيحطها في اي مايل بوكس تجي انت تبقى تقلب. وشي بعض المرات راه كيدق عليك يعني كيدق في الى لقى النمره ديال الدار كيدق عليك حتى الى ما لقاكش عاد كيحطك في المايل بوكس لانه كيعرف ان هذيك وثيقه رسميه وثيقه مهمه جدا خصو يسلمها لك من يد ليد كما كنقولوا. فهمتوا الاخوان؟ فبالتالي بزاف ديال الاخوان قالوا يا خويا راه ديليفراتنا ولكن فاش مشينا نشوفوا في المايل بوكس ما لقيناهاش. ومشاو للمكتب ديال اليو بي اس قالوا لهم راه ديليفرات والو ما لقاوهاش. وبالتالي فاش جاو كيقلبوا سولوا مثلا جيرانهم في باش يفتحوا داك المايل بوكس لقاوها مثلا ديليفرات لجارو ولا لشي واحد حداه. فهمتوا انتم عارفين الاخوان هاد الوثائق راه مهمين بزاف راه راه بهم انت راك مقيم شرعي هنا في امريكا وبهم خصك تلقى الخدمه وبهم تحرك وبهم تداوى وبهم تسافر وبهم على ما كانوش عندك مصيبك حلا. واش فهمتوا الاخوان؟ وانت يعني مهاجر جديد راه مقبل يعني خصك تقلب على خدمه وخصك تنوض تحرك وخصك اذا لما جاتك الجرين كارد وخاصه مثلا نقولوا الجرين كارد واخا تعطل واحد شهر ولا شهر وشي حاجه ولكن السوشيال خصو يجي. السوشيال هو الاهم لان به غادي تخدم وبه غادي تحرك وبه غادي تخلص الضرائب الى اخره. صافي الاخوان يا الله اللهم يسر نتمنى التوفيق للجميع وحدوا راسكم من هذه الامور هذه. تحياتي.